الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. ما أجمل أن ينال الإنسان حريته، وما أجمل أن تنال الشعوب استغلالها. كل عام وأنتم بخير. عيد الاستغلال المجيد، استغلال السودان 57. اليوم نرفع راية استغلالنا. حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا، حلقتنا الليلة خاصة عن استغلال السودان وأعياد الاستغلال 57. أولى محطاتنا في حلقتنا الليلة، ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة الخاصة عن استغلال السودان. سؤال جديد ومحطة جديدة، ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، ونحن سعيدين نتواصل معاكم في حلقتنا الليلة الخاصة عن استغلال السودان. وحنسأل سؤال يا اخوانا، اللي عارف الإجابة يحتفظ بها عنده لحد ما يجي الدور عنده. وسؤالنا يا اخوانا، دايرين ألوان علم السودان عند الاستغلال. لما جاء استغلال العلم الأسد يا اخواننا، ده طبعا جاء بعد ذاك العلم الاول اللي جاء عند الاستغلال، الوانه شنو اول شيء تدي منه؟ مشاعر هاشم تكون اعلاميه. اعلاميه، مرحب بك. وين من وين اصلا؟ اذاعه صوت القوات المسلحه. مرحب حبابك حشرة. طيب اخواننا الناس الاعلاميين دي، لان احنا ما بنعصر عليهم كثير لانه بكونوا عارفين. طيب الاجابه شنو؟ والله انا يعني افتكر الاحمر والاسود والاخضر. الاحمر والاسود والاخضر. نعم، احمر اسود اخضر. طيب ناخذ اجابه. طيب. تعرف عليك. بدر الدين عبد العزيز محمد علي. بدر الدين من وين؟ من الحاجوسي. الحاجوسي، مرحبا بك. برضو اعلامي ولا؟ برضو اعلامي، اذاعه الوطن المسلحه. اذاعه الوطن. احنا سعيدين يا اخواننا نكون. انا والله لو عارفينك كان نقول لكم الوان الكاكي شنو. لكن ما دام اصلا احنا الاستغلال، حنقول علم السودان عند الاستغلال الوانه شنو؟ الاسود الابيض والاخضر. الاسود والابيض والاخضر. نعم، والاخضر. طيب ناخذ اجابه. نتعرف عليك. جزيل ابراهيم باب الله. جزيل، مرحبا بك. من وين؟ من حلفة الجديده. حلفة الجديده، روتانا بني. لا لا، شكرا. افترضنا معرب. طيب الوان علم السودان عند الاستغلال كان الابيض والاسود والاخضر. ابيض اسود اخضر, أخضر. طيب ناخذ اجابه. مرحبا بك. الله يسلمك. نتعرف عليك. شهاب الدين ادم. شهاب الدين ادم من وين؟ من شنبات، ساكي شنبات. اعلامي. اعلامي برضه، القوات المسلحه. نعم. طيب الكاكي الاخضر لونه؟ الكاكي الاخضر ولا العلم؟ علم السودان. الله، لو قلت لي لونه بمبي تكون مع الاخضر. طيب علم السودان عند الاستغلال الازرق والاخضر والاصفر. ازرق اخضر اصفر. اصفر، جاتنا حاجات جديده. نتعرف عليه. فيصل محمد علي عبد الرحمن. منو؟ فيصل محمد علي عبد الرحمن. فيصل محمد علي عبد الرحمن بشنب. من وين؟ من مبروكه. مبروكه، مرحب بك. ألوان علم السودان عند الاستغلال كان شنو؟ أبيض أسود أخضر. أبيض أسود أخضر، نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حسن أحمد طي الله، من ولاية الجزيرة محلية المناقل. المناقل، مرحب بك. ألوان علم السودان عند الاستغلال أبيض أحمر أخضر. أبيض أحمر أخضر. أبيض أحمر أخضر، نتعرف عليك. عاصم يوسف عم السبيل الإعلام العسكري. مرحب حبابك عشرة. نحن بنسأل عن ألوان علم الاستغلال، علم السودان عند الاستغلال كانوا الأسود والأخضر والأبيض والأزرق. أزرق أبيض أخضر أسود. آي. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. صديق الحاج محمد أحمد. صديق من وين؟ من الجزيرة. الجزيرة. طيب علم السودان عند الاستغلال ألوانه شنو؟ الأصفر والأخضر والأبيض. أصفر أخضر أبيض، الله ما شاء الله. لونها رقدت. نتعرف عليك. هيثم محمد ابراهيم، ولاية النيل الابيض، كوستي. كوستي، مرحب بناس كوستي. دايرين الوان علم السودان عند الاستغلال الازرق والاصفر والاخضر. ازرق اخضر واصفر. واخضر واصفر، ايوه. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. مهند كمال الامين. مهند، الوان العلم عند الاستغلال كان الوان العلم عند الاستغلال اللون الازرق والابيض والاخضر. أزرق أبيض أخضر، مرحب. أتعرف عليك. فضل محمد علي. فضل من وين؟ من حي المطار. حي المطار. ألوان علم السودان عند الاستغلال الأبيض والأزرق والأخضر. أبيض أزرق أخضر. طيب نأخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. مرحب بك. نتعرف عليك. حسن وهاج. منو؟ حسن وهاج. حسن من وين؟ من كسلة. طيب دارين ألوان علم السودان عند الاستغلال أخضر أصفر أزرق.
أخضر أصفر أزرق أزرق. طيب نأخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. طيب وتواصلين معك ونتعرف عليك. أستاذ صام محمد عثمان الزبير، الوظيفة معلم بمركز كابلان للعلوم والتغانة، الوطن أبو دليك. أبو دليك مرحب بهنا ناس أبو دليك. الله يديك العافية. أصلا أنت بتاع تغانة يعني؟ الله يديك العافية. تخصصك في شنو؟ والله تخصصي معلم بتاع كمبيوتر وإنترنت ومحاسبة إلكترونية وتحليل إحصائي اللي هو SP-TEST، وماخذ الشهادة الدولية في علم الحاسوب من جامعة كمبيوتر مان اللي هي ICDL International Computer Graphic License. والله ما شاء الله، تحية له يا أخوانا، تحية له والله نحييك. أنا أسف بعرف إنه الكمبيوتر ده علم حديث يعني، والحاسوب ده علم حديث، وأنت من بدري يعني أو التحقت بمتين يعني؟ والله أنا التحقت سنة 2000. نعم. سنة 2000 جامعة الجزيرة. نعم. عملت فيها دبلوم علوم حاسوب وشبكات. 2002 سودانيت اللي هي أخذت بيزك انفورميشن تكنولوجي. سنة 2007 جامعة كمبيوتر مان أخذت الشهادة الدولية. سنة 2011 جامعة الخرطوم تحليل إحصائي اللي هو SP-TEST Social Package for Statistical Science. يا سلام والله نحن بنحييك. أستاذ في مركز كاولان للعلوم والتغانة ومعهد الساتلي، وعندي مركز في عيد بابكر حاليا. ده كلام جميل. انت عارف اول حاجة الناس بيفتكروا انه العلوم الحديثة دي اصلا بيتعلمها الشباب البي جيل وكده، لكن العلم ما عنده سقف وما عنده عمر. طيب طورت الحاجة دي يعني عملت حاجات تانية بلاك حاجات؟ عملت حاجات. اول حاجة اجري معي لقاء في هيئة الابداع العلمي عبر النت، يعني لو في ناس دخلوا الانترنت ان شاء الله حيلقوا لقاء عملوه معي. انا عملوا معي صحفي اسمه أسامة الشيخ. نعم. برضو عضو رابطة المعلمين السودانيين بأمارة مكة المكرمة. ما شاء الله. يعني عملت كتب عن الند ولا عملت كتب حاليا الكتاب مع الأستاذ عثمان. ايوه اي نعم. فمعلش دي بطاقة رابطة المعلمين السودانيين بأمارة مكة المكرمة. ما شاء الله. الكتاب كان عن شنو؟ الكتاب كان عن الانترنت وفيروسات الحاسب الآلي والمحاسب الإلكترونية. ده من تأليفك الشخصي؟ ده من تأليفي الشخصي، وأهديته للأستاذ عثمان وبالنسبة لناس الشروق عامة يعني إن شاء الله. يا أخي ربنا يديك الصحة والعافية. طيب متذكر معانا علم ألوان علم السودان عند الاستغلال؟ والله يا أستاذ حقولك باللغة الإنجليزية وبعدين بعدك أنت ترجم. طيب بلاك يلو أند جرين. بلاك يلو جرين أند جرين معناها بنفسجي وبمبي وتركواز. اللون ده. اللون خلاص. ما هو الانجليزي ما صعب يا اخوان، انت بعدك تتخيل. تتخيل الناس بلاك اسود يلو اصفر جرين اخضر. جرين اخضر ايوه مظاهره يا اخوان. كل حاجه بتمثل طبعا الصحراء النيل افريقيا. تدرب عليه بابكر عبد الله فرج الله. بابكر من وين؟ انا من ولايه الجزيره. الجزيرة دايرين ألوان علم السودان عند الاستغلال كان أسود أصفر أخضر. أسود أصفر أخضر. طيب أنا سعيدين في المحطة دي نسأل عن ألوان علم السودان عند الاستغلال. ويا أخواننا قبل ما أقول الإجابة أنا ذكرتني نقطة أقول عن الألوان دي، فقالوا بيتساي قلاء عربية، بعدين الأسطوب التقاطع فيه أسطوب وواقف بوليس حركة رباطابي منها أنا الرباطابي دي واقف بعين الأسطوب يمشي الناس، الزول اللي بيدخل ولا تحصل حاجه وبعد ذاك بيتدخل. البيت وقفت في الاسطوب احمر واظنه كم 80 كده سرحت لها سرحه كده، كان عرس كان موضوع الميم خاص بها. انت الاسطوب من احمر عمل اصفر، من اصفر عمل اخضر، هي واقفه العربات مشان هي واقفه وشاف البيت واقفه جاب ماشي على لقاها سارحه قال لها بتوي والله دي الالوان اللي عندنا دان اكثر من كلمه. انت جد ما مشانك بتمشي بجنون. فنحن دارين نزعل من الوان علم السودان عند الاستغلال يا اخواننا. اول زول قال الاجابه الصح بيكسب معانا الجائزه، والالوان هي الازرق والاصفر والاخضر. وانت منو؟ شهاب الدين ادم. صفقه لشهاب الدين يا اخوان. بنبارك لاخونا شهاب الفايز معانا في محطتنا دي. نمشي العربيه نشوف الجائزه مره. مرحبا بك. طيب انا سعيدين يا اخوانا في المحطه دي سالنا عن الوان علم الاستغلال علم السودان عند الاستغلال، وقلنا هي الازرق
والاصفر والاخضر. واخونا من انت؟ شهاب الدين ادم عبد الله، اذاعه القوات المسلحه. اذاعه القوات المسلحه. شهاب الدين اخواننا فاز معانا برادي مقدم من قناه الشروق. سبحان الله، هو زول في الاذاعه وزول اعلامي في الاذاعه. ادينا الرادي ينضم مين يسمع روحه بين ولا يحتاج ليش. شهاب الدين فايز بتلفزيون مقدم من قناه الشروق. صفقه لشهاب يا اخوان. نفتح العربيه. صفقوا له يا اخوان. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من القرطوم، حلقة خاصة عن الاستغلال، محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل معاكم في حلقة خاصة عن الاستغلال من القرطوم. يا اخوان انا معانا مجموعة من الشباب ونحن سعيدين بهم، وحنسأل سؤال. السؤال ده ما امتحان يا اخوان، لكن يعني نشوف ذاكرة الناس نظيفة ولا ما نظيفة. بعدين زمان نحن بنكون في حاجات بنرددها يومي، بنكون متابعينا. مجرد ما نمشي من المرحلة دي بننسى، بنشتغل بمراحل تانية، والزول بيمشي كبير في عمره. أنا داير أسأل سؤال وبعدها طبعا هو ما فيه إجابة بيكشف الزول، لأنه أي زول حنزل براه. أول شيء نتعرف عليك أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. عكرمة محمد علي آدم. عكرمة من وين؟ أنا من الخرطوم. الخرطوم كلها ولا حتة معين؟ والله الكلاكلة. هاي ما تقول الكلاكلة. من الكلاكلة. إن شاء الله. طيب أنا داير الصيغة. أن إحنا نعرف إنه نشيد العلم زي ما نقول فيه، أو النشيد الوطني. هو حقيقة النشيد الوطني، لكن إحنا بنقول نشيد العلم. وكتبوا الشاعر أحمد محمد صالح ولحنوا عمنا مرجان. دارين الصيغة اللي تكتب بها، يعني بداري كده يقولوا، بس دارين الصيغة اللي كتبها. دارين نشوف ذاكرة الناس نظيفة ولا زمان. إحنا في الابتدائي كل يوم بيقولوا لنا مشينا المتوسطة والثانوي، بعد شوية بقينا مشينا جامعة سينا. باللحن ولا ساي؟ والله عليك كيفك انت، كان صوتك حلو لحن، كان صوتك ما حلو فيك. ونحن دارين الكلمات. الكلمات بالمناسبة خليك حريص انها تطلع موزون. اوكي. نحن جند الله، جند الوطن، ان دعا الداعي للفداء لن نخن. نشتري المجد باغلى ثمن. هذه الارض لنا، فليعش سوداننا علما بين الامم. يا بني السودان هذا رمزكم، يحمل العبء ويحمي أرضكم. طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. مزعم نصر الدين محمد أحمد. مزعم منو؟ مزعم نصر الدين محمد أحمد. مزعم نصر الدين من وين؟ أنا من أم درمان في دحاب. أم درمان. طيب نسمع كدين الصيغة بتاعت نشيد العلم. نحن جند الله، جند الوطن، إن دعا داعي للفداء لن نخن. هذه الأرض لنا، فليعش سوداننا عالما بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم، يا بني السودان هذا رمزكم، نحمل العبء ويحمي أرضكم. كده نسمع تاني. معانا منو؟ خالد أحمد عبد الرحمن أحمد. والله يا جماعة دي نسوا الابتدائي كله. خالد منو؟ خالد أحمد عبد الرحمن أحمد. خالد أحمد. طيب خالد نسمع الصيغة براحة براحة أخوانا عشان نسمع. جميل جميل. نركز. نحن جند الله، جند الوطن، إن دعا داعي للفداء لن نخن. نتحدى الموت عند المحن. نشتري المجد بأغلى ثمن. هذه الأرض لنا، فليعش سوداننا علما بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم، ويحمل العبء ويحمي أرضكم. ويحمل العبء ويحمي أرضكم. طيب نتعرف عليك. كوثر عمر. كوثر من وين؟ اصلا من وين؟ حاج يوسف مرحب بك، نحن سعيدين نتواصل. مالك انت مخلوع اكل؟ ابدا ابدا، لانه براحه براحه. هو من الحاج يوسف. طيب سعيدين بناس الحاج يوسف. نشيد العلم هو النشيد الوطني السوداني. دارين كلماته، يعني يعني الصيغه بتاعته، يعني تقوليه بس نسمع. نحن جند الله وجند الوطن، ان دعا داعي الفداء لن نخن. فليعش سوداننا عاليا بين الامم. هذه الأرض لنا،
هاي جبت ليك قمشة وصوتي كده مش هديك جاتك دي سويتي ملايك كدين. اشوف تاني شباب نتعرف عليك. محمد عبد الله سر الختيم. محمد عبد الله من وين؟ شنبات. طيب نسمع كدين نشيد بيناس شنبات يا اخوانا. شنبات دي ناس فنانين جدا. نسمع النشيد الوطني. نحن جند الله جند الوطن. ان دعا داعي الفداء لن نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد باغلى ثمن. هذه الارض لنا فليعش سوداننا علما بين الامم. يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي ارضكم. ويحمي ارضكم. ناخذ اجابه نتمنك التوفيق. بسم الله الرحمن. سامي عبد الحفيظ. منو؟ سامي عبد الحفيظ محمد علي. سامي عبد الحفيظ من وين؟ يعني من درمان الثوره. درمان الثوره. نسمع النشيد عن ناس الثوره يا اخوان. نحن جند الله جند الوطن، ان دعا الداعي الفداء لن نخن، نتحدى الموت عند المحن. هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علم بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم. جد لعب كورة بالمناسبة. طوال الحركة دي بعد شوية سقنوا كده بعدين. طيب نتعرف عليك. مؤيد الياس سابل. مؤيد من وين؟ من الكلاكلة. الكلاكلة. مؤيد نسمع الصيغة بتاع جاند ورا الكلاكلة يا اخواني. احنا سمعنا الشمبات والصبرات ماشيين كويس. ناس الكلاكلة يلا دارين صيغة نشيد العالم. نحن جند الله جند الوطن، ان دعا داعي الفداء لن نخن. هذه الارض لنا وليعش سوداننا علما بين الامم. يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي ارضكم. يحمي ارضكم. نتعرف عليك. حواء محمد احمد. منو؟ حواء محمد احمد. حواء محمد احمد من وين؟ محثيه. هذا ساكنه وين في الخرطوم؟ حاجوسف. الحاجوسف دايرين. طيب يلا جانا دور الحاجوسف اخوانا. نسمع صيغه نشيد العالم او النشيد الوطني السوداني. نحن جند الله جند الوطن، ان دعا داعي نتحدى الموت عند المحن. ما حافظه. انت كنت في السعوديه ولا شنو؟ نتعرف عليك. محمد بابكر الخدر. محمد ابراهيم من وين؟ من ام درمان. ام درمان. طيب دايرين الصيغه بتاعت نشيد العالم. نحن جند الله جند الوطن، ان دعا داعي الفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد باغلى ثمن. هذه الارض لنا فليعش سوداننا عاليا بين الامم. يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي ارضكم. ما قصرت لكن شويه كذي بس. هنا جاي. عليكم السلام. نتعرف عليك. بابكر عود علي. بابكر. بابكر عود علي. من وين؟ من رفاع. رفاع. نحيي ناس رفاع. طيب يا اخوانا مرقنا برا الخرطوم وصلنا رفاع، نشوف الصيغه بتاعت نشيد الوطن. نحن جند الله جند الوطن، ان دعا داعي للفداء لن نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد باغلى ثمن. هذه الارض لنا فليعش سوداننا علما بين الامم. يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي ارضكم. ويحمي ارضكم. طيب نتعرف عليك. ابو بكر شمت محمد، مدينه بورت السودان. بورت السودان. مشينا الشرق والله يموت ما علم الوطن كله يا اخواننا، لان كل لحظه في جزء من الوطن. نسمع النشيد الوطن. نحن جند الله جند الوطن، ان دعا داعي للفداء لن نخن، نتحدى الموت عند المحن. هذه الارض لنا فليعش سوداننا عالما بين الامم. يا بني السودان هذا رمزكم فليعش ويحمي ارضكم. يحمي ارضكم. اللحن جميل لكن الكلمات فيك مرات بتقصر وبتجي. اتعرف عليك. عبد الله ادريس ابراهيم من المعموره. المعموره ما شاء الله. نسمع النشيد الوطني. نحن جند الله جند الوطن، ان دعا داعي للفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد باغلى ثمن. هذه الارض لنا فليعش سوداننا عالما بين الامم. ويا بني السودان هذا رمزكم ويحمل العبا ويحمي ارضكم. ويحمي ارضكم. ما بطال فيه واو زايده واو ناقصه كده لكن ما بطال. تعرف عليك منو؟ مسيبه محمود، جامعه الخرطوم، كليه الاعلام، المستوى الثالث. مستوى الثالث. طيب نحن بنحييك بنحيي كل قبيله الاعلام عبركم دايرين النشيد الوطني او نشيد العلم زي ما يقال بالصيغه بتاعته تقولي. نحن جند الله جند الوطن، ان دعا الداعي الفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن.
هذه الأرض لنا فليعش سوداننا دائما بين الأمم. والله ما قصرتي. انت عارف يعني البنات في محرصات ما بقول ان نشتري المجدة لانه الشيء ده ما بدور انه اللي بيشتروا الرجال اللي بيجيبوا القروش الرجال الا ما نجي في نشتري بيزوغوا منا بس عائنا. طيب يا اخوانا نحن سعيدين نلتقي بمجموعة من الطلاب. القصد كان هو المناسبة مناسبة وطنية عزيزة على نفوسنا هي استغلال السودان المجيد. خلانا كلنا ننعم بحرية ننعم باستغلالنا. قصدنا نذكر الناس يعني مع أنا زي ما قلت في البداية من الابتدائي يفرض علينا فرض في الطابور إنه نحفظه ونقوله. بعد ذاك في ناس كثيرين ناس ظاهرين إنه ما بيحضروا الطابور دي واحدة. وبعدين ظاهر في نوع في تسميع الجماعة دي بسوق وسواقة. تقول أنا الوطن أنا الوطن بمرق الكلمة الأخيرة بس. هاي هم يمشوا بالكلام القدام ده بيقولوا النشيد هو يمشي. ايش ده انا الوطن ما تعرف الباقي شنو. وبعدين في ناس يعني زمان يقول لك نشتري النيدة. لا النيدة شو ناخذ من نيدة بيشتريها يا اخي. يعني احنا يا اخواننا اول زول قال الصيغة والله في ناس يعني جابوا الصيغة في ناس نسوا منا حاجات في ناس قدموا واخروا فوقه. في النهاية يظل الوطن في الوجدان باقي ويظل العلم هو رمز للشموخ رمز للتاريخ رمز للأصالة رمز لهذا الوطن العزيز. يعني احنا اول زول قال الصيغة صحيحة بياخد مننا جائزة. والصيغة يا اخواننا انا كان اتذكرت معاكم بقول نحن جند الله جند الوطن ان دعا الداعي للفداء لم نخن نتحدى الموت عند المحن ونشتري المجد بأغلى ثمن هذه الارض لنا فليعش سوداننا علما. لكن احنا في اللحن بنقول عالما عشان يجي مع اللحن بتاعه علما بين الامم. هذه الارض لنا فليعش سوداننا علما بين الامم. يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي ارضكم. وطوالي في الكوره يصفوا كده ويعملوا التسخين. وبعد ذاك تنتهي كم دي ما مزول منا لكن بنقول النشيد. حتى انا والله مره اللي قلت لي لعبه كوره بيشتغلوا بعض يعني انت لعبت وانا ما لعبت وهناي فقلت له يا اخي زول ده ما لعب كويس. قال لي لعب شنو ده والله لما احتزل ما خدت يده قال نشيد الوطن. يعني ما لعب افريقي ولا لعب عربي عشان يمثل السودان. انت منو؟ محمد عبد الله سراقه. صفقه لمحمد عبد الله يا اخواننا. احنا يا اخواننا حرصنا انه واو تنساها وواو تزيدها انه يكون بالصيغه. هل هنا محمد عبد الله انت شنبات ولا وين؟ شنبات. هاي انا قبل ركزت في انه هو من شنبات. انت ساكن معنا في شنبات؟ شنبات وين؟ شنبات الجنوبيه. شنبات الجنوبيه. شنبات الجنوبيه دي وين؟ جنب مستشفى حاج الصافي جنب جامع الشيخ الشعراني. يا سلام يا اخي الصافي انت تقول الصافي تمشي امورك. شنبات الجنوبيه يقول الصافي يمشي امورك. طيب احنا بنبارك لك وجائزه مقدمه من قناه الشروق نمشي العربي نشوف جايز. فرحب بكم نتواصل معكم في محطتنا. دي سؤالنا كان عن صيغة النشيد الوطني للسودان أو نشيد العلم وكل الناس ما شاء الله اجتهدت فيه. أول زول قال الصيغة بصورة الصحيحة أخونا محمد عبد الله وفايز معانا بجائزة مقدمة من قناة الشروق. جائزته يا أخوانا عبارة عن بتجاز نحيي محمد عبد الله أخوانا صفقة حارم. نفتح العربية بسم الله النبي والله الله أنا نحيي صفقة قولي يا أخوانا. مرحبا بكم تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من الخرطوم حلقه خاصه عن الاستغلال. سؤال جديد ومحطه جديده ونتابع مع بعض. مرحبا بكم من حيكم من الخرطوم وحلقه خاصه عن الاستغلال. معانا مجموعه من الناس يا اخواننا نحن حابين نسال سؤال والعارف الاجابه يحتفظ بها يا اخواننا لحد ما يجي الدور. انه ما لقينا اجابه حنخش بخيارات ندي الناس خيارات. طيب السؤال يا اخواننا ما اسم اول صحيفه سودانيه متخصصة صدرت بعد الاستغلال وما هو رئيس تحريرها؟ يعني احنا طبعا الناس هنا اذا لقينا الاجابة كاملة فبها لو لقينا اسم رئيس التحرير ولا لقينا اسم الجريدة برضو بنسهل على الناس ما دايرين نضغط عليه ونتعرف عليه. معاك احمدون محمود. احمدون محمدون احمدون. ايوه احمدون مرحبا بك. من وين؟ من الشمالية. الشمالية. طيب سؤالنا اول صحيفة سودانية بعد الاستغلال متخصصة صدرت كان اسمها شنو ورئيس تحريرها منو؟ إذا اديتني واحد منين
ما قصرتوا، اديتني لين الاثنين والله نكون شاكرين شكر، ما اديتني لين ذات نكون شاكرين، ما عندك مشكله اصلا ماشي لها. والله يا اخي الله خايف تقول لي ما وديكم ما وديكم. اذا انا اقول لك ما بديك ما بديك. عارفه ولا ترجى الخيارات؟ لا ارجى الخيارات. طيب نرجى الخيارات، تعرف عليه؟ احمد الجري محمد. احمد من وين؟ الله يا اخي النيل الابيض. النيل الابيض مرحب بك. طيب اول صحيفه سودانيه متخصصه بعد الاستغلال قريش طوالي كده بس ما عندك لا اجابه خيارات انا جايبها بعد اخر الجول ما في مشكله نتعرف عليه. يوسف سليمان ابراهيم. منو؟ يوسف سليمان ابراهيم. يوسف مرحب بك، من وين؟ من تندلتي في ايليا. مرحب بك. سؤالنا اول صحيفه سودانيه بعد الاستغلال ورئيس تحريرها منو؟ اي جزء من السؤال ما في مشكله. الايام اول صحيفه. الايام صحيفه الايام ناخذها اجابه. اتمناك التوفيق. مرحب بك، نتعرف عليك. سليمان محمد اسمه. سليمان من وين؟ من الأبيض. الأبيض. أول صحيفة سودانية بعد الاستغلال، صحيفة متخصصة سودانية بعد الاستغلال ورئيس تحريرها منه؟ أي جزء من السؤال ما مشكلة. لدينا خيارات. درجة الخيارات. طيب نتعرف عليه. عبد المنعم محمد الحسن. عبد المنعم محمد الحسن. الإجابة شنو؟ الإجابة الأيام. الأيام. طيب ناخذ جريدة الأيام، ناخذ إجابة نتعرف عليه. معز نور الدين. لازم من الجزيرة إلى قرية تربية. صحيفة شنو؟ صحيفة الأيام إن شاء الله. الأيام. طيب نتعرف عليه. حبيب الله عبد الله أحمد، الريف الشمالي من درمان. الريف الشمالي من درمان، مرحب بك يا تحيت في الريف. شد شناب. مرحب حباب. سؤالنا أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال ورئيس تحريرها، لو لقينا أي واحدة ما مشكلة. صوت السودان. صوت السودان. صوت السودان. السودان. محمد أحمد صالح أعتقد كذا. صوت السودان محمد أحمد صالح، نتعرف عليه. شمس الدين سرور أحمد. محمد شمس الدين مرحب بك، من وين؟ حوشبان نقا. حوشبان نقا. أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال ورئيس تحريرها من وين؟ والله ما أعرف. درجة خيارات؟ طيب ناخذ إجابة. ماشي طيب نتعرف عليه. بخيت قمر الدولة. من وين أبك؟ ولاية النيل الأبيض القطينة. القطينة، مرحبا حبابنا أهلنا في القطينة. أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال ورئيس تحريرها، أي جزء من الإجابة ما مشكلة. السودان الجديد. السودان الجديد. عارف رئيس تحريرها منو؟ عبيد عبيد الأمين. عبيد الأمين. طيب ناخذ إجابة معي منو؟ الصادق الفضيل حسن سليمان. طارق؟ الصادق الفضيل حسن سليمان. الصادق. من وين؟ الأبيض. الأبيض مرحبا حبابنا. الله يخليك. الأيام. الأيام. عارف رئيس تحريرها منو؟ والله ما متأكد. ما متأكد. طيب ناخذ إجابة، نتمنىك التوفيق تعال قريب نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد محمد الخير السقاي السروراب. السودان الجديد. السودان الجديد. الجديد. ما عارف رئيس تحرير. لا والله ما. طيب أخذناها جزء، نتعرف عليه. الهادي صلاح السيد محمود. من وين؟ من أم درمان. أم درمان. سؤالنا أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال ورئيس تحريرها، لو وديتنا أي جزء من الإجابة ما مش. السودان الجديد أول صحيفة. السودان الجديد. طيب ناخذ إجابة، نتمناك التوفيق، نتعرف عليه. سامي إبراهيم محمد الفضل أبو حليمة شمال بحري. مرحب بك. أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال. السودان الجديد ورئيس التحرير علي شمو. علي شمو. نتعرف عليك. عمر إبراهيم محمد. من وين؟ من بحري. بحري مرحب بك. أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال. الأيام. 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 طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق، نتعرف عليك. عوض محمد أحمد طالب ولاية الشمالية. ولاية الشمالية مرحب بك. أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال. سوداني. السوداني. نعم. طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. طيب مرحب بكم، متواصلين معكم، نتعرف عليك. محمد الغالي عظم النان. محمد من وين؟ من المسعودية. المسعودية. أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال. صحيفة الأيام. الأيام. محجوب محمد صالح للتحرير. محجوب محمد صالح. أيوة. طيب ناخذ إجابة ونتمنى لك التوفيق. متواصلين معكم، نتعرف عليك. نجم الدين قناوي صحفي. صحفي مرحب بك يا صحيفة. الدار سابقا، حاليا الرأي العام. الرأي العام. سؤالنا ده اللي يوري شوية وعن الصحافة، دايرين أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال ورئيس تحريرها منه، لو وديتنا أي جزء من الإجابات نحن نحتمل. أول صحيفة متخصصة بعد الاستغلال. بعد الاستغلال. أو لو عارف رئيس تحريرها منه كان. طيب ممكن نقول أول صحيفة هي السودان الجديد. السودان الجديد، بس ما أعرف رئيس تحريرها ما أعرف. نتعرف عليه. محمد حسن محمود. من وين؟ من جبرة. جبرة. سؤالنا أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال
ورئيس تحرير منو أزول بيجاوب لنا أي جزئية من السؤال ما عندنا ما. هاي أول جريدة قريبا الرأي العام. الرأي العام عارف رئيس تحرير كام منه؟ والله ما عارف. طيب ناخذ إجابة نتمنى لك التوفيق. يعني نتعرف عليك. عصام أحمد ياسين. من وين عصام؟ من الشمالية. الشمالية يا تحيد؟ القرير. القرير تمر مرق دورك شاركة والتو شهر 9 إن شاء الله. شهر 9 الله يسهل علينا إن شاء الله نحضر الجزء. طيب سؤالنا أول صحيفة سودانية متخصصة بعد الاستغلال ورئيس تحرير من الكلام ده كان 56 تقريبا. السودان الجديد. السودان الجديد رئيس التحرير عبد الله عبيد. عبد الله عبيد. طيب يا أخوانا نحن حقيقة ما لقينا إجابة صحيحة. أول صحيفة سودانية متخصصة صدرت بعد الاستغلال كانت 1956 وكان رئيس تحريره هو حبيب روفائيل شامي. ونحن يا أخواننا حنقوم على اسم الصحيفة حندي خيارات. نحن حنقوم نختار ده الأول وده الثاني وده الثالث حنديكم ثلاثة خيارات. أنت حنبدأ بيك وحنجي لده وحنجي لده. طيب الخيارات الثلاثة أصوات الإسلام. صحيفة أصوات الإسلام. صحيفة أصوات الاستغلال. صحيفة أصوات السلام. الإسلام السلام الاستغلال أول أصوات. صحيفة أصوات يا الإسلام يا الاستغلال يا السلام. الاستغلال طبعا. ها؟ الاستغلال. الاستغلال باقي ليك السلام والإسلام. أصوات الإسلام. الإسلام. انت منو؟ احمد الجديد محمد. صفي قول احمد يا اخوان مره احمد. هي يا اخواننا صحيفه دينيه اسمها اصوات السلام. رئيس تحريرها حبيب روفائيل شامي. وانت منو؟ احمد الجديد محمد. احمد يا اخواننا هو فايز معانا بجائزه مقدمه من قناه الشروق. نمشي العربية نسلمك جائزتك. طيب انا حسعيدين في محطتنا دي نسأل عن اول صحيفة سودانية مستقلة بعد الاستغلال وكانت صادرة 1956 رئيس تحريره هو حبيب روفائيل شامي وكانت اصوات السلام هي الصحيفة. اول زول قال اجابة صحيح بيكسب معنا. طبعا طالما الموضوع جاب جرائد نعمل لنا نقطة في جرائدين. واحد قالوا تعب شقاوه وحياته جت مسكوا لزول تاجر صاحبه قال امسك لي القروش. انت التاجر مشي على الرزبين قروش ذات لما هي نزول ده بعد تعب وبعدين مشي على الرزبين دوك يجي الزول عرس وسافر بيك زعلان زعل البلد دي كلها الدنيا دي بيك شايفه قد دبره مسخد عليه هو كل يقول ما باكل وكجاح شديد مشي يجيب له طحنيه مشي له دكان شال له 1000 جنيه قال له عليك الله بجنيه الجديد قال له خديني طحنيه غرف لي الطحنيه كده داري لي في جريده دار يكون في الجريدة عين في الجريدة اللي زول ذاته الماكل عاملين له تهنية صورته كبيرة خاطينه في الجريدة قال له طحنية دي مدابين قال له دار خطها لك في الجريدة قال له تبقى نصيح والله يدري ليه البيت يسفها كلها وراء فزت معانا بخلاط مقدم من قناة شروق. صفقوا له يا اخوانا صفقة حارة مبروك عليك. نفتح العربية بسم الله. مبروك عليك. صفقوا له يا اخوانا. مرحبا بكم. تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله عن استغلال السودان حلقه خاصه من الخرطوم محطه جديده سؤال جديد ونتابع مع بعض. مرحبا بكم سعيدين نتواصل معاكم في حلقه خاصه عن الاستغلال من الخرطوم. طيب نسأل سؤال عارف الاجابه احتفظ بها يا اخواننا. حنقوم ندي خيارات في حاله ما نلقي اجابه صحيحه. وكثير يا اخواننا من الناس بيتخيلون انه دي الاجابه الصحيحه في الوقت الكبير وتكون الاجابه الوحيده الغلط. مرات بتهيالك انها هي صح بتكون الغلط. انا داير الناس تركز معي في الاجابه. طيب نزل عن سيدة سودانية تعتبر رمز رمز وطني للنضال تغنت للسودان وللوطن وللاستغلال وللتراث توشحت بعلم السودان إبان رفع علم الاستغلال يوم استغلال السودان. هنا حنبدأ
نزل بعد ذاك بنمرر عليكم الميكروفون كل الخيارات بتجيب. طيب انت منو؟ انا شيرين كمال صبره. شيرين كمال صبره من وين؟ ام درمان. درمان وين؟ ام درمان والدرو. والدرو. طيب الاجابه شو؟ الاجابه السيده حواء الطقطاقه هي من اعرق نساء الوطن وهي اللي رفعت علم الازهري وهي اللي غنت للسودان، اول امراه سودانيه غنت. اول امراه؟ طيب انا قلت لكم كثير من الناس يتخيلوا انه عندهم اجابه حقيقيه. نتواصل معاك ونتعرف عليك. هنادي ادم بكر. هنادي من وين؟ من ام درمان. ام درمان وين؟ ام درمان مبدل عشرة. مبدل عشرة، نحن سعيدين بناس ام درمان. سؤالنا اللي بنزل عنها دي السيده السودانيه دي منو؟ حواء الطقطاقه. برضو حواء الطقطاقه. آه. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. مكه شريف. من وين؟ من ام درمان. ام درمان هو مبدل حر العين. السبيل. السبيل. يعني جيت السوا. أي. انا شفتك شفتكم كيف بالعنوان بس. طيب سؤالنا السيده اللي بنزل عنها السيده السودانيه دي منو؟ حواء الطقطاقه. معاها انت؟ أي. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. معانا الشباب بيجاي نتعرف عليه. مزع عبد الله عمر مخير الرماش، سكن هنا سنجا، سكن الاسري. سكن الاسري. منو السيده السودانيه اللي بنزل عنها؟ حواء الطقطاقه. برضو؟ ايوه حواء الطقطاقه. نتعرف عليك. محمد علي حماد من درمان الثوره الحاره 15. ومن درمان الثوره. طيب سؤالنا منو السيده اللي بنزل عنها؟ يا حواء الطقطاقه. حواء الطقطاقه. طيب يا اخوانا الناس يكونوا متابعين معنا عشان اذا ما لقينا اجابه حقيقيه حنقوم ندي خيارات. وحنبدا برضه بالناس سالناهم ونتعرف عليك. عطا الله طيب عمر بخير. من وين؟ الاسري. الاسري. من الخرطوم. الاجابه شنو؟ الاستاذ حواء الطقطاقه برضه. الاجابه حواء الطقطاقه، ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق محمد سعيد سكن ام درمان. هي في الاصل عمتنا، هي ذات اسم زوجة عم انا، هي اصلا قريبتنا نحن ذات حواء الطقطاقه دي. حواء الطقطاقه. اي اخو اصلا. اسمها منو؟ اسمها حواء. حواء الطقطاقه. حواء الطقطاقه. طيب ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق نتعرف عليك. طارق صلاح عبد الله علي. من وين؟ من الحاجوسي. الحاجوسي. الاجابه شنو؟ حواء الطقطاقه. حواء الطقطاقه. طيب ناخذ اجابه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد خوجي الحسن، مدينة البشاقرة غرب محلية الكامنين، مدينة العلم والعلماء والشهداء. يا سلام، من هنا ناس الجزيرة. من هنا لك جزيرة وهناك نور فكة ذاته. يا سلام يا ناس متفكة. النور الكامنين بتعرف الإعلام الكبير رئيس رابطة الإعلامية الكامنين الرياضة الكامنين وعضو مجلس التشريع. والقجرة دي قدام الكامنين ولا دي حقتك؟ طوالي كده طبيعي كده بالأصفر طوالي كده. طيب الأستاذ اللي بنزل عنها دي اسمه؟ نسأل الله له المغفرة والرحمة والمغفرة الأستاذة المرحومة حواء الطقطاقة. ربنا يتقبل قبول حسن ويجعلها من الصديقين والشهداء بقدر ما غضبت السودان وأعطى السودان حقه. الله يديك العافية. نتعرف عليك. الأخ معتصم عثمان عبد الله. معتصم من وين؟ أنا من الكاملين. الكاملين. طيب السيدة السودانية اللي بنزل عنها دي اسمها منو؟ اسمها حواء الطقطاقة. حواء الطقطاقة. ما في إجابة غير. نتعرف عليك. أمين جعفر عيسى. أمين جعفر. من وين؟ من مدني جزيرة الفيل. جزيرة الفيل. السيدة السودانية اللي بنزل عنها دي منو؟ الأستاذ حواء الطقطاقة. حواء الطقطاقة. ناخذ إجابة نتعرف عليك. سامي محمد إبراهيم الزين. سامي. السيدة السودانية اللي بنزل عنها دي منو؟ يا حواء الطقطاقة نفسها. حواء الطقطاقة. ناخذ إجابة نتعرف عليك. أنور المهل محمد أحمد فرح من النابض الشرق ودراوة. حواء الطقطاقة. حواء الطقطاقة. طيب يا إخواننا في محطة سألنا عن سيدة سودانية تعتبر رمز وطني للنضال، تغنت للسودان وللوطن وللاستغلال وللتراث، توشحت بعلم السودان ثوبا عند رفع العلم في إعلان الاستغلال. قلنا من هي؟ وأول زوج قال إجابة صح بيكسب معانا. دارين نعرف الإجابة اللي قالت، كل الناس أغلب الشابات في إجابة واحدة. قبل ما نوري الإجابة أنا أدي نقطة وبعدين طبعا طوال مما يجيبوا سيرة فنان تغنى وهناي راي طوال يجي في راسه العرس وكده. دي قالوا أسرة ما بيسمعوا سمعوا تقيل كده، اللبو واللمو عندهم بيت، جابوا له سواقة خير هون إلا بالإشارة سمع كده ما بيسمع. اللبو جاء من الشغل زهجان قال للمرأة يا أخي البيت ده مسكن، شوفي لنا حاجة ناكلها. قالت تطلقنا أنا يا عديم العشرة بعد العمر ده كله معدي معاه 25 سنة تطلقنا أنا بكلم لك بيتك تجي توريكي بيتك في الجامعة وعاقلة. اللهم اشف مرضانا يا الله، اللهم اشف مرضانا يا الله. قالت بكلم لك بنتك كبيره في الجامعه تيجي توريك وتعقلك تطلقنا. جات البيت قالت لا ابوك يطلقنا انا بعد العمر ده 25 سنه زواج في الحاره والبارد انا معاه يجي يطلقني. بنتها قالت لها هي انا السواق ما بتزوجه
يكون في علمك الزواج ما بتزوجه. في النهايه الزواج ده قناعاتي انا بحدد اتزوج منه. وهسه انا بمشي بكلمه جاته قالت لا اسمحينا ما يفرضوا علي فرض، انا ما بتزوجك يعني ما بتزوجك. قال لا زول انا بتغدى باي حاجه سليقه رغيفه. ايضا ماشي في وادي براو. طيب اول زول قال اجابه صعب يكسب معانا، والاجابه الصحيحه يا اخواننا هي الراحله المقيمه في الوجدان دوما التي ناضلت بالكلمه وبالصوت من اجل هذا الوطن وحضرت رفع علم الاستغلال. نسأل الله راها الرحمة والمغفرة الفنانة حوا جاه الرسول الشهيرة بحوا الطقطاقة. انت منو؟ انا شيرين كمال صبرة. صفقة لشيرين يا اخواننا. بنبارك لشيرين الفايزة معانا في محطتنا دي ونمشي العربين اديك الجائزة. طيب نحن سعيدين في محطتنا دي نزعل في حلقة الاستغلال اليوم عن فنانة سيدة سودانية قلنا تعتبر رمز للنضال الوطني، تغنت للسودان، تغنت للاستغلال، تغنت للتراث وتوشحت بعلم السودان عند رفع العلم في الاستغلال. هي حواء الطقطاقة. وانت منو؟ انا شيرين كمال صبرة. طيب شيرين يا اخواننا فايزة معانا ببوتجاز مقدم من قناة الشروق. صفقة لشيرين يا اخواننا. نفتح العربية بسم الله. حبيت تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة عن الاستغلال من الخرطوم، محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. طيب سؤالنا بيقول متى صدرت أول عملة سودانية ورقية وما هي الصورة التي كانت مشتركة في كل العملات الورقية آنذاك؟ أول عملة سودانية ورقية بعد الاستغلال صدرت سنة كم؟ قروش حقتنا سودانية حقت ورق بعد الاستغلال صدرت سنة كم؟ وكان فيها صورة يا اخواننا مشتركة في كل العملات حقها الورق، هي صورة شو؟ اول شيء نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق محمد السعيد. اول عملة صدرت سنة 1956. والصورة كانت مشتركة فيها كلها؟ الصورة اللي كانت مشتركة فيها كانت صورة الغصر الجمهوري. الغصر الجمهوري. أيوة. طيب ناخذ اجابة، نتمنى لك التوفيق. مرحبا بك. يلا طيب اهلا. نتعرف عليك، الاسم منو؟ عوض عبد الرحمن خميس. عوض من وين؟ من بحر الغزال. بحر الغزال، مرحبا بك. نحن سعيدين باخواننا في دوله جنوب السودان كمان يشاركونا. اول عمله ورقيه يعني صدرت بعد استغلال السودان كانت سنه كم؟ والصوره كانت مشتركه فيها شنو؟ اول عمله كانت سنه 57. اها. والصوره كانت مشتركه فيها كلها الورقيه؟ مشترك كلها الجمل. ها؟ جمل. كانت سنة كم؟ 57. 57. طيب ناخذ اجابة، نتمنى لك التوفيق. مرحبا بك، نتعرف عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. النعيم ابراهيم محمد. من وين؟ سنار. سنار. أول عملة ورقية صدرت بعد تاريخ بعد استغلال السودان كانت سنة كم؟ ولا في صورة كانت مشتركة في كل العملات الورقية آنذاك يعني؟ كانت 55. نعم. ديسمبر 55، وكانت الصورة المشتركة جمل. جمل. 55. تتعرف عليه؟ بلولة أحمد الريح. بلولة من وين؟ من الناقرة الدرادل. الدرادل. العملة أول عملة ورقية سودانية كانت سنة كم والصورة المشتركة كانت شو؟ 1960. أها. والصورة كانت شو؟ الأثري. الأثري. طيب نأخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. تتعرف عليه؟ الصادق الحاج عباس. الصادق من وين؟ من الجريف. جريف شريك. الجريف شريك، مرحبا. أنا ناس الجريف. أول عملة ورقية سودانية بعد الاستغلال كانت سنة كم؟ والصورة كانت مشتركة في العملات الورقية في الوقت ده كلها كانت شنو؟ سنة 56، والصورة صورة الغصر الجمهوري. الغصر الجمهوري. طيب نتعرف عليك. مرحبا محمد إبراهيم باسي، جزيرة أبا. مرحب حبابك. مرحبا حبابك. عنا في الجزيرة أبا. أنا جبنا الاستغلال الأول والثاني. العملة كانت سنة كم؟ أول عملة ورقية بعد الاستغلال والصورة المشتركة كانت شو؟ على ما أذكر 1955. 55. والصورة؟ البرلمان. البرلمان. نتعرف عليك. محمد حماد بكر. محمد حماد بكر. من وين؟ من أم درمان. أم درمان. أول عملة ورقية سودانية صدرت بعد الاستغلال كانت سنة كم؟
وفي صوره مشتركه في كل العملات الورقيه في الوقت ده، كانت شنو الصوره؟ والله كانت ديسمبر 1955. نعم. فكان الرضا الجمل. الجمل. اتعرف عليك؟ كمان حسن الدليل عبد القادر. اول عمله ورقيه سودانيه بعد الاستقلال صدرت سنه كم؟ والصوره المشتركه 1956 الصوره الجمل. صوره الجمل. نتعرف عليك. عثمان عبد الله طاهر. عثمان من وين؟ من الشركه الدابير. عيد بابكر، مرحبا حباب. اول عمله ورقيه سودانيه بعد الاستقلال صدرت سنه كم؟ وفي صوره كانت مشتركه في كل العملات الورقيه في الوقت ده، كان شو؟ الصوره كانت الجمل. والعمله 64. 64. ناخذ اجابه. مرحبا، تفضل. متعرف عليك؟ ادم صالح. ادم من وين؟ حجوز بروحه. مرحبا بك. اول عمله ورقيه سودانيه بعد الاستقلال صدرت سنه كم؟ والصوره كانت مشتركه في العملات الورقيه في الوقت ده كلها، كان شنو؟ سنه 55. كان بنك السودان. بنك السودان. ناخذ اجابه. نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. عليان عبد الرحيم. من وين؟ بربر. بربر. كانت سنه كم اول عمله ورقيه والصوره المشتركه كانت؟ 1954. والصوره فيها كان عساكر واتحرقت وعادوها سنه 1956. 56. نعم. طيب ناخذ اجابه. نتمنى لك التوفيق. طيب انا سعيدين يا اخواننا نسال عن اول عمله ورقيه سودانيه بعد الاستقلال كانت سنه كم؟ والصوره كانت مشتركه في كل العملات. اشابهت اجابات واختلفت اجابات، في اجابات قربت واجابات بعدت. نحن ناخذ بالاجابه اللي عندنا. اول زول قال الاجابه الصح بيكسب معنا. هنقول نقطه جايبه بالقروش يا اخواننا طالما الموضوع جايبه. طبعا النسوان قدر ما يمسك الهدوم يجي يغسلين يفتش الجيوب، ودي النسوان زمان لانه زمان جاي فيه قروش. هسه جاي والله الورقه تجيب جاي الورقه. الرجال بيقوا حريصين. البديسين بديسين وين ما بديسين عمل صراف هالي يجي يدعنا الله لا تضمن ظرفه يجي داخل يمرق قريشات. الناس بيقولوا ذكيين يا اخوان، العلم يتطور. فدي قالوا بتفتش في القروش لقت ورقه مكتوب فيها اسم بيت سوسو. جابت الورقه وجابت قالت لي سوسو دي مني، سوسو كاتبه دي مني. قال لا ولي يقول بسم الله، انا كنت في سبق الخيل في حصان مرشحين اسمه سوسو، كتبت نسيت بالورقه. ده موضوع المكنه مشت فيها 4 يوم بالحاله دي. اليوم الرابع جات لقت تليفونه صامت خاطري طري انت حسين كده عاين الدنقه لقت الاسم الما يغبى رفعته وجات قالت لها امسك حصانك ده ضارب ليك. احنا سعيدين يا اخوان والقصه جابت القروش وربنا ان شاء الله يكتر عليكم القروش وان شاء الله يصيركم ما تفلسوا يا اخوان. طيب تعال اخونا ديش مكمنو. كمال حسن الدليل عبد القادر. اول عمله ورقيه يا اخواننا في السودان بعد الاستقلال كانت 1956 والصوره المشتركه فيها كانت الجمل. وانت منو؟ كمال حسن الدليل. صفقه لكمال يا اخواننا. كمال مبروك عليك جائزه مقدمه من قناه الشروق نمشي العربيه نشوف جائزتك. شكرا جزيلا. في محطتنا دي وحلقتنا عن الاستغلال سألنا عن أول عملة ورقية سودانية بعد الاستغلال كان تاريخ إصدارها 200 وقلنا في صورة مشتركة في كل العملات الورقية في الوقت ذاك. الصورة شنو؟ الإجابة الصحيحة 1956 أول عملة ورقية والصورة كانت صورة الجمل. وإنت منو؟ كمال حسن الدليل عبد القادر. كمال حسن. صفقة لكمال يا أخوانا، صفقة حارة. طالما الموضوع يا اخواننا موضوع قروش، كمال فايز معانا ب 10 جنيه مقدمه من قناه الشروق. ما المزله مزله قروش يعني. نحن سالنا كان عن القروش وكمال 10 جنيه اللي هي بالقديم يا اخواننا 10,000 وبالجديد 10 جنيه. كمال فاز بتلفزيون مقدم من قناه الشروق. صفقه لي كمال يا اخواننا. نفتح العربيه بسم الله. ايها الاحباب، نقف وقفة إجلال واحترام ونقول شكرا لكل من منحنا حريتنا، ونقول شكرا لكل من ساهم وناضل من أجل استغلال هذا البلد الحبيب. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتم معنا بحلقتنا الليلة عن استغلال السودان، وكل سنة وانتم طيبين وكل عام وأنتم بخير. حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايته، بقول لكم دمتم في أمان الله.